طيب بصوا كده برضو الرسمة دي نفس النظرية بس بتتوضح بشكل آخر. لو هنا عندي قوة الاستيمولاي بتاعت النيرف، تمام، انا اسفه، دي اللي قوه الاستيمولاي بتاعه النيرف اللي هي ستيمولس فولتج، لكن دي رقم واحد الاستيمولس الاولاني، الاستيمولس الثاني، الاستيمولس الثالث وهكذا. وتحت هنا انا رسمه ايه التنشن اللي بيجي في العضله بتاعتي لما بديها الاستيمولاي اللي فوق. خلاص، طب مين اللي في النص ده؟ كانه مقطع في العضله، كل الدوائر دي هي الماسل فايبرز اللي موجوده، واللي بيستجيب منها بيترسم لونه غامق، تمام، بيترسم لونه اغمق من اللي حواليه. فبصوا كده، رقم واحد الفولتج قليله قوي، الفايبرز كلها فاتحه، يبقى ما فيش فايبرز استجابت، يبقى التنشن لسه في الزيرو اهو. طيب الاستيمولس رقم اتنين اعلى منه شويه، اوكي، برضو ما فيش فايبرز استجابت، كلهم فاتحين، وبرضو التنشن لسه زيرو، لسه هنا ايه، معلش الكرسر مش عايز يظبط، لسه زيرو، تمام. طيب تعالوا عند تالت استيمولس، تالت استيمولس معايا وصل للثريشولد، يبقى ده بسميه ثريشولد استيمولس. فهيعمل ايه؟ هيعمل بدايه الريسبونس اهو. بصوا يعني اتنين فايبرز بس اللي استجابوا، طبعا مش شرط يبقوا اتنين يعني، بس هو كده ايه جاست فور illustration يعني. طب التنشن حصل اهو، ظهر اخيرا ان في تنشن ديفلوبمنت. رقم اربعه اعلى من الثريشولد بشويه، خلى الاستجابة أعلى شوية لأن في فايبرز ثانية استجابت، بصوا نفس الاثنين اللي استجابوا المرة اللي فاتت وزيادة عليهم ثلاثة كمان، فاداني تنشن أعلى، وهكذا. رقم خمسة أكتر عددا فأعلى في التنشن، ستة أكتر عددا أعلى في التنشن، بصوا رقم سبعة، تمام، رقم سبعة كل المسلز كل الفايبرز استجابت فاداني تنشن أعلى من كل اللي فات. رقم 8 رغم ان الفولتج بتاعت الاستيمولس اعلى من 7 ولكن نفس عدد الفايبرز لانهم كلهم كانوا استجابوا فنفس التنشن ديفلوبت، وهكذا. يبقى 8 9 10 بيزيد في الفولتج لكن لا يزيد في الاستجابه ولا يزيد في عدد الفايبرز اللي ايه مشاركه في الكونتراكشن، تمام. هسميه ايه بقى رقم، مين فيهم اللي هسميه ماكسيمال ستيمولس، رقم 10 ولا رقم 7؟ رقم 7 لان ده اول ستيمولس اداني الماكسيمال ريسبونس، يبقى الماكسيمال بتاع العضله دي هو المستوى ده من الفولتج، اعلى من كده اسمه سوبرا ماكسيمال، والسوبرا ماكسيمال لا يضيف شيء على الماكسيمال. الفاكتور اللي بعد كده هو تبع برضه الستيمولس فاكتورز اللي هو الفريكوانسي اوف ذا ماسل ستيميوليشن، تمام. احنا اتكلمنا فيه في العملي فهنراجع كده بسرعه ازاي الفريكوانسي اوف ستيميوليشن هتفرق معايا في شكل الكونتراكشن. خدوا بالكم احنا العنوان بتاعنا اساسا ايه، فاكتورز افكتنج سكيلتال ماسل كونتراكشن، تمام. فشفنا التايب اوف فايبر، واحده ليها فاست كونتراكشن بيتعب بسرعه، والثانيه سلو كونتراكشن وبيتعب ببطء. الاستيمولس انتنسيتي كل ما تزيد كل ما تعمل ريكروتمنت لفايبرز اكتر في العضله ويستجيب معايا عدد اكبر. الاستيمولس فريكوانسي هي اللي هنشوفها دلوقتي، تمام. ايه البتاع ده؟ ده بس بيوريك ايه انتقال الامبلس من البرين، لان البرين هو اللي بيبعت الفريكوانسي المناسبه للاكشن اللي انا عايزه، تمام. البرين بيبعت الامبلس اهو للانتيريور هورن سيل، الانتيريور هورن سيل تمشي فيها الامبلس لغايه ما توصل للعضله، فالعضله تعمل ايه؟ كونتراكشن. طيب اول حاجه اللي هي الايه التريبي فينومينا، وخدناها في العملي اللي هي الستير كيس فينومينا، وقلنا ان ده عباره عن بروجريسيف انكريس في الماجنيتيود او في الامبليتيود او في السترينث اوف سيبريت تويتشز، تمام، لغايه ما توصل لبلاتو فاليو، تيل ات ريتشز ا بلاتو فاليو ديورينج ريبيتيتيف ستيميوليشن افتر ا بيريد اوف ريست، تمام كده. This phenomena is explained by A، قلناها برضو في العملي ان ده persistent levels of calcium in the cytoplasm اللي هي بنقول عليها calcium accumulation، انه عمال يتراكم في السيتوبلازم. The force of contraction can be increased by increasing the frequency of stimulation زي ما اتفقنا، لان more calcium هي accumulate، كل ما تديني frequency اعلى الكالسيوم ما بيلحقش يدخل فهيقدر ايه يتخطى levels عالية جدا.
summation of contraction ممكن بعديها يحصل complete tetanus أو incomplete tetanus according للfrequency اللي عندي. During the complete tetanus the tension develops is 4 times, وقلنا المعلومة دي برضو قبل كده في العملي. التنشن اللي بيحصل من التتنس بيبقى 4 مرات قد ال developed من individual twitch contraction. تمام. This can be explained by A. التتنس ده بيعلى قوي كده ليه؟ علشان ال level of free calcium ions اللي في المايوفايبرل بتفضل أعلى من ال level required for full activation. وبالتالي حاصل full activation وعندي calcium زيادة كمان. فبيحصل continuous cycling of the cross bridges وبتفضل العضلة sustained contracting طول التتنس. دي رسومات ال frequencies المختلفة اللي احنا أخدناها في العملي. تمام. شفنا ان ادي اول فريكوانسي اهي اللي كانت بيجي الستيمولس just after relaxation، مفيش وقت للريكفري، بالتالي الكالسيوم مش كله دخل فبيحصل تراكم بيظهر لي التريبي فينومينا. بوصل لبلاتو لما العضلة تلحقني وتقدر تدخل كل كمية الكالسيوم الاكسترا اللي بتطلع في كل ستيمولس، فخلاص مش هتقدر تعلى عن كده. تمام. لان الكالسيوم تراكم لغاية مستوى معين وبعدين خلاص مفيش تراكم زيادة. الويف سميشن بيحصل لما ادخل على الريلاكسيشن فيز، فتبتدي برضو يحصل زي شبه التريبي كده بس اعلى شويه وما بيلحقش يعمل ريلاكسيشن. تمام. بوصل لتنشن اكتر من اللي وصلت له في التريبي لان تراكم الكالسيوم حصل بدرجه اسرع وبالتالي كميه اكبر اتراكمت لغايه ما العضله قدرت ايه تدخل كل اللي بيخرج جديد في كل مره، فالبلاتو بتاعتي هتبقى موجوده بس اعلى شويه من اللي قبلها. تمام. طيب لما بقت البلاتو موجودة اهي، ده الكلونس بتاعي بيبتدي اهو بويف سميشن وبعدين يكمل على نفس الايه الشكل. التتنس بفريكوانسي اعلى اصبح الستيمولس بيجي في وقت الكونتراكشن وبالتالي بيكمل كونتراكشن للي بعديه وهكذا. الكالسيوم مش لاحق يدخل اصلا فالعضله بتجيب اخرها في التنشن، بوصل للماكسيمال تنشن بتاع المصل. طب هل الكلام ده بينطبق في جسمنا ولا هو فقط على الاكسبيرمنت؟ الحقيقه ان جسمنا بيلعب في الاثنين دول، اللي هم الكلونس السبتيتانيك كونتراكشن والتيتنس احيانا، بس الاكتر ده. تمام. الفانكشن بتاعه جسمنا كلها بتبقى معتمده على السبتيتانيك كونتراكشن. طب ازاي سبتيتانيك؟ هو احنا العضلات بتاعتنا بتعمل كونتراكشن بيرعش كده ولا بيبقى ستيدي؟ طبعا كونه ستيدي ده مع اكتر ان هو يكون تيتنس، بس الحقيقه انه علشان البرين بتاعنا بيعمل حركه ذكيه جدا انه ما بيبعتش الويف في نفس اللحظه لكل الفايبرز مع بعض، والا فعلا كان الكونتراكشن بتاع العضله هيبقى طالع نازل بالطريقه دي. تمام. يعني العضله بتعمل ايه؟ بتترعش خلاص. امال هو بيعمل ايه؟ بيبعت لواحده في التوقيت ده ويبعت للثانيه في التوقيت اللي بعديه، فلما تكون دي كونتراكتنج بتكون اللي جنبها لسه ريلاكسنج، وبعدين لما اللي جنبها تعمل كونتراكشن تكون دي عملت ريلاكسيشن، فبيغطوا بعض. تمام. يعني كانك كده تخيل لو جينا هنا وعملنا كيرف تاني متبادل معاه هنلاقي الكيرف ايه اتظبط. تمام. بقى سموث خلاص. فيبقى الالترنيشن في السبتيتانيك كونتراكشن، وطبعا هو مش بيبعت مجموعتين بس على فكره، يعني هو الالترنيشن ده ما بين اكتر من مجموعه، احنا بنقول على اتنين بس للتوضيح. تمام. بس انت لو تخيلت كده انهم بيبدلوا مع بعض اكتر من مجموعه، فتداخل كل السبتيتانيك كونتراكشنز على بعضها ده واحد بس. تمام. لو رسمت انا واحد تاني متبادل معاه بيطلع من هنا وينزل بيطلع من هنا وينزل، هيعمل ايه؟ هيغطي الفروقات ما بينهم خلاص، وبالتالي هيظهر عندي سموث كونتراكشن شكله تيتنس ولكنه في الحقيقه ايه مش تيتنايزنج. كل فايبر لوحده بيعمل سبتيتانيك يعني بيعمل انكمبليت تيتنس، لكن كلهم على بعض مخليين العضله في وضع مستقر. تمام. الفاكتور اللي بعد كده اللينث تنشن ريليشن شيب. اللينث تنشن ريليشن شيب ده مهم جدا جدا جدا، برضو من الحاجات اللي بيجي فيها اسئله كتير. ده بيشوف الميجرمنت بتاع الديفلوبمنت اوف تنشن اثناء الايزومتريك كونتراكشن، لان لو تفتكروا في التايبس اوف ماسل فايبر احنا قلنا ان الايزومتريك كونتراكشن ده التنشن بتاع العضله بيزيد بدون تغيير في اللينث. تمام. بيتقاس اللينث تنشن ريليشن شيب الاول، برضو هنتكلم اكسبيرمنتال وبعدين نشوف ده هيتطبق في جسمنا ازاي. بالايه؟ بالريليشن دي. طيب نقراها كده مع بعض تاني.
It measures the tension developed during isometric contractions when the muscle is set to fixed lengths. يعني أنا هغير اللينس بتاع العضلة السيتنج بتاع العضلة قبل الكونتراكشن لفيكسد لينس واشوف الكونتراكشن شكله ايه، وبعدين اغير اللينس تاني قبل الكونتراكشن وبعدين اشوف الكونتراكشن هيجيب لي تنشن قد ايه وهكذا. تمام. اللينس بتاع العضلة قبل الكونتراكشن بسميه بريلود. خلاص، اللينس ده اللي هو الديجري اوف ستريتش يا ولاد، الفيكسد لينسز دي هتبقى الديجري اوف ستريتش. تمام. فاقدر اقول ان البريلود از ذا لود ذات ا ماسل اكسبيرينس بيفور ذا اونست اوف كونتراكشن. يعني الحمل او العبء او اللود اللي انا حطيته على المسل قبل ما تبتدي تكونتراكت. امال هو عمل ايه؟ يعني لما هي ما شالتوش ولا عملت كونتراكشن، العبء ده عمل ايه؟ عمل ستريتشنج في المسل. يبقى البريلود اقدر استعيد عنه بالديجري اوف ستريتش، اقدر استعيد عنه بالانيشال لينس. تمام، قبل الكونتراكشن. خلاص، هم كلهم نفس الحاجه. طب نشوف كده الريليشن ما بينهم عباره عن ايه. بصوا كده الكيرف ده، امشوا كده معايا واحده واحده. انا عندي هنا ثلاث الوان اهو، في كيرف لونه اسود، وفي كيرف لونه ابيض وسوري احمر، وفي كيرف لونه بني. تمام، تي واي وبي. مين التي ومين الاي ومين البي؟ مكتوب فوق اهو. البي ده اسمه باسيف تنشن فورس. تمام، البي ده باسيف تنشن، والاي عكس البي، باسيف عكسها ايه؟ اكتف. يبقى الاحمر ده اكتف تنشن. طب والتي؟ توتال تنشن. تمام، التي توتال تنشن. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الباسيف تنشن هو مين، والاكتف تنشن هو مين، والتوتال هو مين، وايه علاقه ده بالبريلود والتنشن ديفلوبمنت. الهوريزونتال لاين بتاعنا ده الافقي ده عباره عن اللينس بتاع العضله قبل الكونتراكشن. تمام، يعني عشان برضو الناس اللي لسه ما تخيلتش احنا بنعمل ايه، انا هجيب عضله كويس وهشدها ما بين نقطتين. اوكي، هتديني طول معين، هقيس الطول ده وبعدين اديها ماكسيمال ستيمولس فهتعمل كونتراكشن. الكونتراكشن اللي هي هتعمله هيدي تنشن معين جوه العضله، هيتنشن العضله بدرجه معينه. خلاص، هرسم اول نقطه على الكيرف بتاعي. لو مثلا انا كنت شد العضله بالمقدار ده ولما اديتها ستيمولس وصلت للتنشن ده، يبقى دي اول نقطه عندي. طيب ستيب 2، التجربه دي بتتعمل على ستيبس. ستيب 2 هزود اللينس المشدوده ما بينه العضله، يعني هبعد النقطتين عن بعض شويه واقيس تاني، وصلت لهنا مثلا. اوكي، بقيت في النقطه دي، هعمل ايه دلوقتي بعد ما وصلت النقطه دي؟ هدي ستيمولس للعضله فهتروح عامله ايه؟ كونتراكشن، وانا كده كده مثبتاها في ايزومتريك كونتراكشن، يبقى هتديني تنشن جديد اهو. هبعد النقطتين اكتر، ادي اللينس رقم 3. تمام، وادي ستيمولس بنفس قوته هيعمل لي تنشن جديد اهو. ايه ده؟ هو انا كل ما اطول العضله، كل ما شد على العضله اطولها شويه، كل ما تنقبض احسن؟ يعني انا لما شد العضله ما بين النقطتين بدرجه اعلى شويه، ده يخلي انقباضها يكون اقوى؟ ايوه، هو ده اللينس تنشن ريليشن شيب. طب بصوا بقى احنا ايه اللي حصل. اللينس تنشن ريليشن شيب بتتوصف ازاي؟ انه increasing the initial length of the muscle او increasing the preload. ما هو خلوا بالكم الاستريتشنج اللي انا عاملاه ده عبء على عضله، انا شداها قبل الكونتراكشن فاسمه preload. increasing the preload تمام هيعمل ايه؟ هي increase التنشن developed in the muscle، او هيزود الامبليتيود للسترينث اوف كونتراكشن اوف ذا muscle. جميل كده. طيب ممكن نشوف ده بدقة أكبر بقى على الكيرف ونفهم هو بيحصل ليه. خلوا بالكم أنا هنا لحد نص الكيرف بس، وهكمل معاكم الكيرف دلوقتي حالا. لما بنعمل ستريتشنج للمسل بنزود زي ما قلنا البريلود، يبقى أنا بتحرك كده على الكيرف، بتحرك إيه؟ بالهوريزونتال كده، بزيد هوريزونتالي ماشية في الاتجاه ده.
هيحصل عندي ايه في الثلاث انواع من التنشن اللي احنا بنقول عليها، اللي هو الباسيف تنشن والاكتيف تنشن والتوتال تنشن. المفروض انه الباسيف تنشن يا اولاد هو التون اللي في العضله نتيجه للاسترتشنج، يعني ده بيعتمد على مقدار الشد في الالاستيك تيشوز باسيفلي. يعني ايه باسيفلي؟ يعني without muscle contraction، انا اللي شديها، تمام، انا اللي شديها بين المسمارين بتوعي، بين النقطتين بتوعي، المهم ان انا اللي شديها باسيفلي، مش العضله اللي عملت contraction. فده الباسيف تنشن. اي حاجه في الدنيا ليها الاستيسيتي، كل ما تشد عليها اكتر كل ما تزود الباسيف تنشن اللي فيها، سواء بقى مطت معاك او ما مطتش معاك، المهم ان انت كده بتزود التنشن اللي فيها، بتشدها اكتر، تمام. الناس اللي بتتعامل مع الاوتار او مع حاجه فيها مثلا استك او بتشد الممبرين بتاع درام مثلا، بتاع نول، بتاع اي حاجه، تمام، الحاجات دي كلها كل ما تشد عليها اكتر كل ما تبقى تنس اكتر، خلاص. فده الباسيف تنشن في العضله بتاعتنا. يبقى اكيد الباسيف تنشن كيرف هيبقى انكريزنج اول ثرو، كل ما تشد كل ما يعلى يعلى يعلى، الاول بيعلى حاجه بسيطه خالص شبه مش باينه، وبعدين بيعلى قوي 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 قوي، كل ما تشده كل ما يعلى اكتر. ده الايه؟ الباسيف تنشن، خلاص. يبقى ده منطقي لانه بيتكلم على الالاستيستي. طالما ما اتقطعتش، خد بالك لو استكك اتقطع خلاص الباسيف تنشن وقع، تمام. يبقى الباسيف تنشن كل ما هشد كل ما هيزيد. اذا كيرف الباسيف تنشن لو بصينا عليه على الرسمه هنلاقي انه increasing the length بيزود الباسيف تنشن all through، تمام. هو المفروض الحقيقه يبقى عالي شويه كمان من هنا، فيبقى increasing the length هيعمل ايه؟ هيزود الباسيف تنشن. طيب لو جينا للاكتيف تنشن، الاكتيف تنشن ده اللي هو اللي developed في العضله لما تكونتراكت، خلاص. لما انا ادي ستيمولس على اللينس ده هيديني تنشن معين، لو عليت الاسترتش يعني اديت لينس اعلى وعملت كونتراكشن هيديني تنشن اعلى. التنشن ده حصل امتى؟ حصل لما العضله انقبضت، فبسميه اكتيف تنشن، تمام كده. هو برده نتيجه للاسترتش بتاع الالاستيك تيشوز، ولكن بسبب الكونتراكشن اللي متسبب فيه هو الايه؟ الكونتراكشن. امال ايه التي ده؟ اللي هو التوتال تنشن، مجموع الاثنين مع بعض. فهنلاقي ان الاكتيف تنشن بيزيد معايا، ودي نتيجه التجربه بتاعتي، ان كل ما بزود البريلود بيزيد معايا الاكتيف تنشن. يبقى ده كيرف الايه؟ الاكتيف تنشن. يبقى لحد دلوقتي هما شبه بعض، الباسيف تنشن بيزيد كل ما بزود الاسترتش، والاكتيف تنشن برضو بيزيد كل ما بزود الاسترتش، بس هو ما بيحصلش مع الاسترتش في نفس الوقت زي ما اتفقنا. الاول بعمل الاسترتش بزود الباسيف تنشن، وبعدين بعمل ستيميوليشن يديني اكتيف تنشن، تمام. التوتال تنشن في العضله هيبقى مجموع الاثنين، مجموع التنشن اللي موجود من الاول اللي هو الباسيف بلس الاكتيف اللي حصل لما اديتها ستيمولس وعملت كونتراكشن. طيب يبقى ده كده الايه؟ الاكتيف تنشن. بس لاحظوا بقى كده الاكتيف تنشن يا اولاد وصل عند النقطه دي لماكسيمم، بعديها ابتدى الاكتيف تنشن ينزل. يعني ايه الاكتيف تنشن بينزل؟ يعني قوه الكونتراكشن هتقل. الله، هو احنا مش قلنا كل ما بزود طول العضله قبل الكونتراكشن اللي هو البريلود او الاسترتش كل ما ده بيديني اكتيف تنشن احسن لما تيجي هي تكونتراكت؟ يعني الافضل ان انا لو هكونتراكت اي عضله ان انا اعمل لها ستريتشنج كويس قبليها، ان انا ابقى شاددها شد حلو قبلها، ما تبقاش نايمه على نفسها يعني، تمام؟ لا، تبقى مشدوده. مشدوده يعني ايه؟ مشدوده باسيفلي، مش مشدوده اكتيفلي، مش عامله لها كونتراكشن، لا ده انا لسه ما عملتش، انا لسه اترست بس ابقى مطولها يعني، تمام؟ يبقى مثلا لو انا بتكلم عن البايسبس ان انا ابقى فارد دراعي كويس كده، البايسبس مشدوده. لو انا بتكلم على عضله في اكسبيرمنت ان انا ابقى شدها ما بين المسمارين على مسافه بعيده كده العضله مشدوده، تمام، باسيفلي. يبقى انا بقول ان انا كل ما حس كل ما ازود الانيشال لينس كل ما ازود الباسيف تنشن كل ما ده هيسمع لي في الاكتيف تنشن. الاكتيف تنشن عمال ايه؟ بيعلى اهو. بس الحقيقه انه الكلام ده within limit. ليه بقى within limit؟ لان قال لك ان انت لو زودت السترينث اكتر من ليميت معين، وهنقول ايه هو الليمت ده؟ لو زودت الانيشيال لينس بتاعك او الاسترتش بتاعك اكتر من ليمت معين هيقلل القوه بدل ما يزودها. يعني بدل ما كنا بنعلى هنوطى تاني في الاكتيف تنشن. طب الكلام ده ليه؟ الكلام ده لان الحقيقه ان قصه ان انا كل ما بزود الانيشيال لينس بيقوي التنشن، ده سببه انه تحت الميكروسكوب
لو بصينا للساركومير هنلاقي انه ليه علاقه بالديجري بتاعه الانتر اكشن بين الاكتين والمايوسين. بصوا كده في الرسمه هنا، وانا لسه مش عامله اي ستريتش خالص للعضله او عامله ستريتش بسيط، النقط الصغنونه دي اللي فيكم لاحظها اللي على الخط الازرق دي الاكتف سايتس، تمام؟ الاحمر ده اللي هو ايه الكروس بريدجز بتاعه المايوسين. انا في المنظر ده كده في ثلاثة بس ماسكين في بعض، يعني في ثلاثة اكتف سايتس ماسكين في المايوسين هيدز بتاعتهم، ولكن في اتنين هنا داخلين يعني جوه هنا ما فيش اكتف سايتس، مش لاقيين قدامهم حاجه يمسكوها، والاكتف سايتس الناحيه الثانيه هنا ايه مش لاقيه حاجه برضو تمسكها، يبقى ده مش اوبتيمم اوفرلاب. لما سيادتك تشد شويه هيبتدوا يتحركوا كده، فكل اكتف سايت يبقى قدامه مايوسين. لما تشد اكتر هتوصل للاوبتيمم بقى، اللي هم بصوا الخمسه اكتف سايتس ماسكين في الخمسه مايوسين اللي قدامي في الرسم، ده هيعمل لي ماكسيمم تنشن. لو شديت اكتر هيتشدوا من بعض، بصوا كانهم اتمزعوا من بعض، تمام؟ فكوا خالص بقى الاكتف سايتس بعيده اصلا عن المايوسين، فرجعت تاني القوه اضعف من الاول، تمام؟ فاقدر اقول ان الاكتف تنشن بتاعي هيزيد within limit، لما اوصل للليمت هيبتدي يقل تاني. خلاص هنرتب الكلام ده ونقوله علميا حالا دلوقتي. طب بالنسبه للتوتال تنشن، التوتال تنشن ده مجموع الاثنين، مجموع الاكتف مع الباسيف، فطبيعي ان انا لو الباسيف بيزيد قوي ان التوتال هيزيد معاه، تمام؟ بس مش معنى زياده التوتال تنشن ان كونتراكشن العضله قوي، بالعكس دي هي كده مشدوده جدا جدا زي الاستك اللي قرب يتقطع بس مش عارفه تعمل كونتراكشن، يبقى الاكتف تنشن في الارض والباسيف تنشن هو اللي ايه اللي عالي. طيب لو حبينا بقى نجمع كده التعريفات بتاعتنا، قلنا الاكتف تنشن الباسيف تنشن سوري هو مين؟ هو التنشن ديفلوبد باي ستريتشنج ذا مسل تو ديفرنت لينثز وده نو انرجي. التوتال تنشن هو التنشن اللي هيتوجد في العضله بعد ما يتعمل لها ستيميوليشن تو كونتراكت ات ديفرنت لينثز، اللي هو ايه قلنا مجموع الباسيف مع الاكتف. طب الاكتف لوحده هو الديفرنس بتوين التوتال والباسيف، يعني لما اشيل الباسيف تنشن من التوتال تنشن ده هيديني الاكتف تنشن. خدوا بالكم ان هي دي الطريقه اللي فعلا بيتقاس بيها التنشن، انا ما اقدرش اقيس الاكتف لوحده لان العضله قدامي وانا حاطه فيها بروب بيقيس التنشن، فالبروب ده هيطلع التنشن على بعضيه مش هيقدر يفصل لي الاكتف من الباسيف، تمام؟ لكن انا اقدر اطلع واحسب الاكتف تنشن باني اطرح من الرقم اللي طلع لي لما انا اديت الاستيميوليشن طلع لي رقم، تمام؟ الرقم ده مجموع الباسيف مع الاكتف، فانا لو عايز اجيب الاكتف لوحده هعمل ايه؟ هطرح الباسيف تنشن، اوكي؟ مره تانية يبقى انا ايه؟ حاطه بروب في العضله، حاجه في العضله تقيس لي التنشن اللي فيها. قمت شادد على العضله شويه للينس معين اداني رقم اسمه باسيف تنشن. الخطوه اللي بعد كده كهربت العضله، فالعضله هتعمل كونتراكشن هتديني تنشن جديد. التنشن اللي اتسجل دلوقتي ده بعد ما العضله اتكهربت وعملت كونتراكشن اسمه توتال تنشن. طب فين الاكتف تنشن بقى؟ مستخبي جوه التوتال. هطلعه ازاي؟ هطرح منه الباسيف اللي كنت قايساه قبل الكونتراكشن، تمام؟ اتفهمت كده؟ يبقى انا عندي باسيف تنشن هو التنشن اللي في البدايه والعضله يا دوب مشدوده لسه ما انقبضتش اسمه باسيف، قسته طلع اتنين ايه مش مشكلة انا بدي اكزامبل، تمام؟ وبعدين اديت اوردر للعضلة تو كونتراكت على هذا الوضع وهي عندها الاتنين دول، قام الرقم بتاعي اللي بيتسجل اداني 8، خلاص؟ ده اسمه ايه التمانية ده؟ الاكتف تنشن؟ لا ده التوتال تنشن لان البروب بيقيس التنشن على بعضه، خلاص؟ بعد ما طلعت التوتال تنشن 8 هقدر ان انا اطرح ال 8 من يعني 8 ماينس 2 يديني 6، ال 6 دول هم الايه؟ الاكتف تنشن. خلاص؟ يا رب تكون النقطه دي وضحت لانها مهمه عشان نفهم الايه؟ الكيرف.